خلينا نشوف قبل ما نبدأ معك، كيف تشوف المملكة العربية السعودية، خصوصا زي ما ذكرت من آخر كلامي أنه قاعدين نشوف فيه اهتمام كبير جدا من الجانب الفني، خصوصا الأفلام المسلسلات؟ في البداية أول شيء يعني اللي قاعدين نشوفه الآن نقلة، ونقلة سريعة جدا في جميع المجالات، سواء الطبية أو العلمية أو الثقافية أو الرياضية أو الفنية. فالنقلة هذه ساعدت على أن يكون في شركات، أن يكون في اهتمام من القنوات، أيضا من دور السينما، من القنوات الموجودة الآن اللي نشوف فيها الآن يقدمون العروض، منصات أيوة. فبالعكس شيء جميل هذا جدا يخدم المجال الفني. نعم.